Bonsoir à tout le monde. مساء الخير للجميع. نعتذر عن هذا التأخير التقني بسبب عطل بسيط. ونبدأ مباشرة الآن حوارنا، وهو اليوم الحوار الثاني مع الأستاذ ربيع داغر. سبق واستقبلناه وتحاورنا في فكر وتعليم كريشنامورتي، وهو ولد سنة 1895 ومتوفى سنة 1986 من الحكماء المعروفين في القرن العشرين. لن أعرف به، يمكن أن في سياق حوارنا والأسئلة سيرد تعريف عنه. كما قلت سبق وتناولنا فكره، والآن سنتوسع في نقاط معينة من تعليمه، لاسيما العقل الصامت والتأمل والدين في فلسفته. الأستاذ ربيع داغر أصدر كتابا ترجم فيه عددا من مؤلفات كريشنامورتي، وقدم له بمقدمة، ليس الكتاب أمامي الآن، هو هنا، إذن هو هذا الكتاب، وقد حضر الآن كتابا جديدا عن كريشنامورتي ثان سيصدر قريبا، وهو اليوم يسره أيضا أن يهدي كل المشاركين في هذه الحلقة نسخة من الكتاب الأول، جد كريشنامورتي معلم العالم. بالطبع ستكون النسخ عندي، وبعدها نرى طريقة لإيصالها إلى كل من المشاركين. Donc, Rabbi Daghir, c'est un auteur qui travaille sur des sujets de la connaissance. Notamment, il a déjà écrit un livre sur Krishnamurti. Ce livre a été publié il y a peu de temps, au cours de cette année. Et un autre livre va paraître aussi, il est maintenant prêt à l'édition. Il va paraître très prochainement. أستاذ ربيع، أهلا بك وسهلا للمرة الثانية، وعساك بخير. مساء الخير للجميع ولحضرتك. سبق أن تناولنا في حوارنا الأول العقل الصامت بمفهوم كريشنامورتي، بيد أن العقل الصامت في تعليمه يحتل مركز الصدارة، فهو العقل المتأمل وهو كذلك العقل الديني. ماذا يعني بمفهومه عموما العقل الصامت، ولا سيما بمعنى العقل المتأمل والعقل الديني؟ أولا يجب أن نطرح مسألة الدماغ، برين، دماغ البشري، لننتقل بعدها ونفهم ما هو العقل. عند كريشنامورتي هناك تمييز بين البرين اند مايند. دماغنا اولا هو مركز الذاكره ومركز الاستجابات الحسيه العصبيه ومركز الفكر، وتاتي هذه العمليه من خلال اختبارنا الحسي العصبي الذي ينشئ لنا صورة على شكل ذاكرة، على شكل ذكرى تخزن في الذاكرة. يأتي الفكر ويستمد من هذا التخزين في الذاكرة وقوده ليعمل. إذن هكذا تعمل أدمغتنا في هذه العملية. ليس هناك صمت، بل هناك عملية متواصلة للفكر، سلسلة لا تنتهي للفكر. وفي هذه العملية أيضا ينشأ في هذا الدماغ أغراض معينة،
مثل متابعة الرغبة، متابعة اللذة أو الخوف إلى آخره. هذه الأغراض في الدماغ تنشئ مساحة من حولها، هذه المساحة دائما محدودة وتجعل فكرنا مركزا على هذه الأغراض، إذن يصبح كل شيء محدودا. دماغنا بكل عمليته هو في نطاق المحدود limited، إذن في نطاق الصراع. إذا تأملنا في ذلك في عملية التفكير نفسها نكتشف، أو إذا فحصنا هذه العملية بكل دقة ننتقل من هذا الدماغ إلى العقل، بمعنى هذا العقل الذي يصبح صامتاً بعد أن تعرف على بنية الفكر وعمليته. إذن لا مجال للعقل الصامت إلا في خضم هذه الثرثرة والصخب للفكر، بالدخول فيها وفهمها وتأملها ومراقبتها ينشأ العقل الصامت. هذا العقل الصامت تصبح سبيس، المساحة فيه غير محدودة، غير محددة بالأغراض، لأنه لم يعد فيه أغراض، فتصبح مساحة بكل معنى الكلمة، مساحة حقيقية. في هذه المساحة الحقيقية ينطلق هذا العقل إلى آفاق لا تنتهي. هنا أيضا بنية الخلية الدماغية التي تغير نمطها تتغير أيضا بنيتها، بتغير أغراضها تتغير بنيتها. ويقول كريشنامورتي إن هذه الخلية بذاتها عندها تتجدد، تتفجر من الداخل وتولد خلية جديدة. أما الخلايا التي لم تكن تعمل في الدماغ فتنطلق بكل فعالية. إذن يصبح دماغنا فاعلاً فونكسيونمون بأقصى طاقته. هذا هو العقل الصامت الذي يصبح لديه awareness، يصبح لديه انتباه تام، يصبح لديه يقظة الذكاء. مع هذه اليقظة للذكاء يصحو أيضا الحب والتعاطف في القلب الذي كان قبلا ميتا، ويصحو أيضا حساسية وذكاء الجسد، فتصبح كل هذه الوحدة الانتيتي، كل هذا الإنسان هو العقل. عندما يتحدث أنه تتفجر وتولد خلية جديدة، إلى ماذا يستند؟ إلى العلم؟ وما الذي يقول كريشنامورتي؟ أنه تكلم في هذه المسألة مع كبار الاختصاصيين، وقد قالوا له نحن نعمل على ذلك من خلال عامل خارجي، أي إجراء جراحة، إجراء صدمة كهربائية إلى آخره. كريشنامورتي يقول يجب أن تتم هذه العملية داخلياً، أنا أقوم بها مع نفسي، الخلية بذاتها تعي نفسها من خلال كسر النمط. عندما ينكسر النمط تتغير بنية الخلية وطبيعتها. ويقول إن العلم يوما ما سوف يثبت تماما ما أقوله. إذن هو يعني بحدسه أو بتجربته رأى ذلك؟ لا شك أن كريشنامورتي يقول ما شاهده، هو يستعمل كلمة المشاهدة الداخلية، ويعتبر أن هذا العقل يستطيع فهم ليس فقط نفسه، هذا العقل الصامت، بل يستطيع فهم الكون بأكمله بذاته، ويستطيع فهم كل الأسرار واكتشافها. يعني إذا ميزنا قليلا، هل برأيه أن العقل هو جزء من الدماغ، أو هو هو الذي يقوم بوظيفة الدماغ؟ يعني ما هو التمييز المحدد بين هذين المصطلحين، العقل والدماغ؟ عنده الدماغ عند كريشنامورتي هو هذا المخ الذي تجري فيه هذه العملية منذ مليوني سنة، الذي هذه العملية مشتركة بين كل البشر، لأن لنا أدمغة واحدة، دماغ واحد،
ولكن عند كسر هذا النمط والتحرر من الليميتيشن المحدودية التي هي كل نمط هذه العملية للدماغ، عندها يتحول إلى عقل. ولكن هذا العقل بما أنه تحرر تماما من الليميتيشن لا يتحرر بنفسه من ذاته دماغيا، ولكن أيضا لا يعود هناك أي محدودية مع القلب ومع الفيزيك. يعني يصبح كل يقصد كريشنامورتي بالعقل عندما يقول العقل الإنسان human being، هذا هو العقل نعم مليوني سنة قلت يعني يقصد الهومو سابينز يعني الإنسان العاقل الذي ظهر منذ مليوني سنة. كريشنامورتي يوافق من خلال قراءتي بتمعن له ولمحاضراته يوافق على التطور، نظرية التطور. نظرية التطور تعيد الإنسان إلى حتى سبعة من التطور تبع داروين داروينية. يوافق تماما عليها من خلال ما استشفيته من بعض تلميحاته. إذن كريشنامورتي يوافق على أن الإنسان عمره ملايين السنين، فيفترض مليوني سنة. أومو سابينس ليس عمره مليوني سنة، كان هناك الأومو إريكتوس، أومو هابيليس، الأسترالوبيتاك تعرفون منذ 7 مليون سنة حتى. يوافق تماما على ذلك. لذلك وسؤالك في محله، كريشنامورتي يقول أن دماغنا هو دماغ حيواني لا زال في طور الحيوانية ولم يتطور إلا بشكل طفيف جدا، أما جسدنا فقد تطور وأصبح جسدا بشريا، دماغنا لم يتطور على الصعيد النفسي أبدا أبدا. لذلك يطرح هذه المسألة، تحويل الدماغ إلى عقل أو العقل الصامت، هذه لا تحتاج إلى زمن لأن الزمن غير فاعل، لأن التطور الذي أخذ ملايين السنين لم يؤثر على الدماغ البشري، أما هذه فتحتاج ثورة نفسية آنية. أوكي، يمكن هنا بالأحرى أن أدخل تفصيلا. حاليا ما يتفق عليه علم النفس مع البيولوجيا، وكما قال فرويد أن العصر، يعني هناك في علم النفس فترتان أساسيتان، الأولى كانت اكتشاف النشوء والتطور مع داروين، واللحظة الثانية هي لحظة اكتشاف إذن اللاوعي في الإنسان، نظرية فرويد والتحليل النفسي. اليوم نحن في إطار الجمع بين النظريتين، وما ثبت بالعلم حاليا أن في الدماغ البشري دماغين بالأحرى، في القسم القديم من الدماغ وهو ما يسميه العلماء حاليا، وهذا علم صار مش مجرد افتراض أو نظرية، le cerveau des reptiles، يعني هذا دماغ الزواحف تطور بصورة أكثر ونتقاسم به مع الثدييات، يعني الماميفات تقريبا البنية عينها. ما تطور عند الإنسان وأوصله إلى وعيه كإنسان وطور وعيه هو ما يسمى الكورتكس سيريبرال، أي القشرة الدماغية، وهي الموجودة بصورة أساسية هنا في نلاحظ أنه مثلا القرد ليس عنده هذا القسم الأمامي، هو يأتي بصورة تقريبا أوبليك. إذن القسم الأكثر تطورا والوحيد عند الإنسان هو الكورتكس سيريبرال، القشرة الدماغية، أو ما يسمى le cerveau cognitif، أي الدماغ المعرفي. إذن هناك الدماغ، دماغ الزواحف، أو يسمى الدماغ الانفعالي le cerveau émotionnel، وهذا يشترك فيه الإنسان مع الثدييات وحتى مع الزواحف، لأن القسم كبير منه موجود لدى الزواحف. أما ما يميز الإنسان عن غيره من الكائنات، وعيه يأتي نتيجة القشرة الدماغية، يعني le cerveau cognitif. وأظن أن كريشنامورتي قد
يمكن أن يكون قد استبق هذه الاكتشافات لأن حديثه هنا ونظرته إلى الدماغ البشري تتفق مع المكتشفات العلمية الأخيرة التي وفقت بين نظرية داروين. لم تعد مجرد نظرية داروين، نحن بمجرد أن نلقى كما يقول داروين أن الإنسان محكوم عليه أن يعمل بدماغ يشارك فيه مع سائر الكائنات الحية ولا سيما مع الثدييات. إذن ما قاله داروين منذ 100 ونيف من الأعوام، 120 عاما أو 130 عاما، هو اليوم أو أكثر لأنه هو في أواخر القرن 19، هو اليوم علم، ولكن علم النفس جاء لي أيضا يطور حقبة ثالثة، هي حقبة إذا صح أن نقول حقبة التوافق والتعاون بين البيولوجيا وبين السيكولوجيا، يعني بين علم الأحياء من ناحية وعلم النفس من ناحية أخرى، وهذا ما يتطور حاليا أكثر فأكثر بالنسبة للعلوم ولنظرية موحدة في السيكولوجيا. هنا أود أن أتوقف عند سؤال أستاذ ربيع. يقول كريشنامورتي ويكرر أن دماغنا مدمن على اللذة، كيف ولماذا وما الطريق إلى التخلص من هذا الإدمان؟ من ضمن النمط الباترن الذي كشفه كريشنامورتي عن عمل الدماغ هو أولاً دماغنا مدمن على اللذة، ثانياً لأقولها وأرجع إلى الموضوع الأول، ثانياً دماغنا يلح في طلب الاختبارات، اختبارات يعني experiences، ثالثاً دماغنا عالق في مسار الأوهام، رابعاً دماغنا يتدهور. هذه الأشياء الأربعة تخص الدماغ إذا لم يتحول إلى عقل، إلى عقل صامت. أولاً لماذا دماغنا مدمن على اللذة؟ كريشنامورتي يطرح الأسباب ولكن بشكل طفيف، لأنه يقول إذا عرفنا سبب ذلك تاريخياً، أصل هذا الدماغ ولماذا، هذا لا يؤثر شيئاً على تغييره، المهم أن أدرك ذلك الآن. يعني بمجرد أن أسألك أو حضرتك تسألني لماذا دماغنا مدمن على اللذة، ماذا يحصل؟ عادة نطلب اللذة وندمن عليها، مثل ما قال فرويد لا أحد يستطيع رفض المتعة، من دون أن نعي ذلك. كريشنامورتي يريد أن يحدث لك صدمة في الوعي، لماذا دماغك مدمن على اللذة؟ فبمجرد هذا السؤال، هنا تأتي الإجابة من السؤال، فأعي نفسي وبنية دماغي أني أنا حقيقة مدمن على اللذة، كل أنواع اللذة. هنا يصبح هناك بطء في تروي في طلب اللذة، وهنا يبدأ التحول لأني وعيت ذلك. فينتقل إذا شئت دكتور، فينتقل إلى المسألة الثانية التي هي لماذا دماغنا يلح في طلب الاختبارات. إذن بالبدء مجرد أن يعي المرء أن دماغه مدمن على اللذة يستطيع أن ينتقل إلى المرحلة الثانية وهي طلب الاختبارات؟ لا ينتقل إلى المرحلة الثانية، يتخلص من هذا الإدمان بمجرد وعيه. وأنا عندما سمعت سؤاله أحدث في صدمة استمرت لأسابيع. عندما سألني وسأل الجمهور لماذا دماغنا مدمن على اللذة، فراجعت دماغي ونفسي وتصرفاتي، هذه حقيقة لم أكن أعيها. هنا يصبح هناك تحول كبير، يصبح هناك قدرة لم ينتبه لها ربما فرويد، أنه تستطيع نعم الامتناع عن المتعة. كيف؟ لأنه أوكي.
الأمر الثاني الذي يحدث في الدماغ هو الإلحاح في طلب الاختبارات. اختبارات على أنواعها. أن نتحدث عن طلب الاختبارات، كيف يستطيع أن يمتنع عن الإدمان أو يوقف إدمان اللذة؟ بمجرد وعي ذلك، كريشنا مورتي كل فلسفته، كل مراقبته لنفسه يقول أن لا دور للإرادة أبداً على الإطلاق. بالعكس، الإرادة تعطي مفعولاً عكسياً، ولكن هناك دور لوعي الشيء وفهمه فهماً عميقاً. بمجرد فهمه هذا الشيء الوات إز يتحول. إذا كان هناك فهم عميق للمسألة يحدث أمر هو التطهر الذاتي الداخلي بقرار ليس قرار إرادي ولكن قرار طبيعي داخلي تلقائي. طيب حسناً، أريد أن قبل أن أتابع أريد أن أنوه إلى مسألة. مسألة الفهم والمراقبة التي هي ميزة العقل الذي تفلت من محدودية الدماغ أو العقل القديم. هذه الميزة تصبح choiceless awareness، يعني وعي لا اختياري، وهذه مهمة جدا. يعني أنا عندما أعي نفسي وأراقبها لأفهمها يجب أن يكون هذا الوعي لا اختياري، بمعنى لا أختار شيئاً غرضاً من الأغراض الداخلية لدي لأراقبها. لا انتقائي يعني بالأحدى. لا اختياري، لا انتقائي، صحيح. لأننا عملنا ايدنتيفيكاسيون، تماثل بين الوعي والاختيار. والتشويس. كريشنامورتي يقول هذا التشويس يعني عدم وعي أو تشوش في الوعي. وحده العقل المشوش هو الذي يختار. حسناً، أنا أراقب نفسي بديسيبلين، تروماندس ديسيبلين، يعني التزام هائل. هذا الالتزام لا يأتي من عمل الإرادة أو من طريقة معينة، بل يأتي من وعي كل الوقت. ماذا يحصل في هذه النفس لأراقبه، أفهمه، أتخلص منه؟ الذي ينشأ داخل هذا الجلد أنا أراقبه، أعيه بدون اختيار. فتصبح مراقبتي ووعيي لكل الخيارات المتناقضة التي في داخلي. في هذه العملية بالذات هناك تأمل. هذه العملية هي التأمل بذاته. عندما نصل إلى التأمل أتابع. أوكي. عم تقول مراقبتي ووعي لكل الخيارات هي التي توصل إلى حالة التأمل؟ نعم. في موضوع التأمل، لندخل من هنا لو سمحت. في موضوع التأمل، أنا العقل الصامت هو العقل المتأمل. المتأمل، التأمل الحقيقي، true meditation. Real meditation. هذا التأمل، أولاً التأمل عند كريشنامورتي هو مراقبة عملية التفكير. مراقبة عملية التفكير. نعم. والتأمل هو إفراغ العقل من هذه العملية. حسن، المسألة الثانية، يصر كريشنامورتي على مقاربة الأشياء الصعبة مثل الميديتيشن، التأمل، الدين، الله إلى آخره، الحب، بنفي ما ليس هو، يعني بنفي المغشوش الفالس نكتشف الحقيقي. فيعرض لطرق التأمل المتعددة المتنوعة ما حول العالم، يعرضها واحدة واحدة، ويقول إن القاسم المشترك بينها كلها هو هل the thought، جعل الفكر هادئا، تهدئة الفكر. كل المدارس تقول ذلك. ماذا يحصل عندها؟ هنا يبحث بالتأمل الذي ليس حقيقيا. ماذا يحصل؟ تأخذ فكرة
المهمة لتبقي الأفكار الباقية هادئة. هذه الفكرة هي الكنترولر المتحكم، وهديك المتحكم بها. هذه هي المديتيتر المتأمل، وتلك الأفكار هي المتأمل بها. فيسأل كريشنا مورتي سؤال: هل الكنترولر المتحكم غير المتحكم به؟ وهل المتأمل غير المتأمل به؟ أم أن الاثنين فكر؟ ولماذا الفكرة التي أخذت المهمة تعطي نفسها السلطة لكي تهدئ بقية الأفكار عن طريق خلق صورة وترديدها، خلق مانترا وترديدها، خلق فكرة وترديدها؟ بهذه العملية الترداد قد يهيئ لنا أن باقي الأفكار هدأت، ولكن هذا الترداد يجعل العقل ميكانيكي كسول. وبعد عشرات السنين من الصراع بين هذه الفكرة والأفكار الباقية التي تحاول التحكم بها، يصاب المرء بالعصاب. فيكشف زيف كل مدارس التأمل ويقول: إذا تأملت وفقاً لطريقة فأنت لست متأملاً. التأمل هو الوعي والانتباه الذي له نوعية الانتباه، الوعي choiceless awareness الذي له نوعية الانتباه، هذه النوعية without frontier، بدون حدود. الانتباه الذي هو تركيز كل الطاقة هنا، هذه بالذات عملية التأمل، وهذه لا تحتاج إلى طريقة أو معلم، ولا تحتاج إلى مكان معين، ولا تحتاج إلى غرفة معينة، هي تحصل في كل وقت في أي مكان وزمن. يعني من كثرة تلقائيتها بالنسبة إليه غدت غير مفهومة، كيف يعني لا تحتاج كل هذه الأشياء؟ كيف يمارس الإنسان التأمل؟ لقد أعطى مثلا: إذا كنت راكبا في باص، عملية التأمل عندك تصبح تلقائية، لأنك ديجا صار لديك طريق إلى الإنسايت، إلى الداخل، فصارت كل الداخل يتبدى لك، فلاورينج أمامك. فأنت منتبه على الإنود والأوتود. هذه النوعية من الانتباه awareness and attention هي نوعية تامة متكاملة total، لا تستثني شيئا. مثلا لا أذهب لتأمل زهرة لأنها جميلة، بل قد أكون قرب محرك سيارات، حتى هذا أكون متأملا به. فأنا متأمل لجملة العالم الداخلي والخارجي من دون تشويس، من دون أن أذهب إلى شيء يسمى إيجابي، شيء يسمى أجمل، شيء يسمى مريح، شيء يسمى طبيعة خلابة. في كل هذه النويزي، هذا الضجيج، هناك التأمل. مراقبة هذا الضجيج كله فيه الصمت، الذي هو الصمت التأملي. يعني التأمل بالنسبة إليه هو observation، نوع من مراقبة؟ نعم، التأمل بالنسبة إليه غير منفصل عن حياتنا اليومية، هو حياتنا اليومية. وبمراقبة حياتنا اليومية بهذه النوعية من الانتباه التام، نرى ما هو خاطئ فنتحول إلى ما هو صحيح، ونرى ما هو فوضى، بمجرد رؤيتنا للفوضى ينشأ النظام. هذا هو التأمل. من هنا يقول كريشنامورتي إن التأمل هو أعظم شيء في هذا الوجود، وليس شيئا يفعله أناس متقدمين في السن ليس لديهم شيء ليفعلوه. أعود إلى فكرة أنه قوله إنه دماغنا يلح دوما في طلب الاختبارات. طيب هذا لا يمنع من التأمل؟ هل هو جزء من الإدمان الذي تحدث عنه، هذا الإلحاح في طلب الاختبارات؟ وكيف التحرر منه؟ جميل. كريشنامورتي كعادته يقول بالدخول في المشكلة
وفهمها إلى أقصاها للتحرر منه. لا يمكن البحث عن تحرر من دون الدخول في كلية المشهد. عندما أدرك تماماً أن دماغي يلح في طلب الاختبارات، أدرك ذلك بمعنى أفهمه، أفهمه بكل الطاقة التي لدي، عندها أكتشف، أفحص ماذا يفعل الدماغ؟ يريد اختبارات فكرية طوال الوقت ويريد اختبارات جسدية، فيعطي مثلاً، لأن الموضوع كبير جداً، ولكن لأعطي مثلاً طريفاً جداً، إن الدماغ يريد أن يختبر الجسد، جسدي أنا، فيقول افعل ذلك ولا تفعل ذاك. فيقول كريشنامورتي في مسألة: إذا أردت أن تنام فلا تحرك أي جزء من جسدك لمدة دقيقتين لألا تصبح ميتود تمرين فقط. هنا ماذا يحصل؟ إن الدماغ الذي اعتاد على تجارب الجسد يصبح في حالة ذهول أو توقف. لماذا الجسد لا يفعل هذا الاختبار؟ أوكي؟ لأن الجسد أصبح ميتاً ولا حركة، فتمر دقيقة أو دقيقتان يهدأ الدماغ فيهدأ الجسم، يهدأ الجسم، يهدأ الدماغ فينام الإنسان، وأنا أفعلها. هذا مثال بسيط كيف يعمل الدماغ. طوال الوقت يريد اختبارات عقلية فكرية واختبارات جسدية طوال الوقت. هل يمكن أن تعيد كيف ينام الإنسان إذا بالنسبة إليه يدع دماغه يهدأ يتوقف عن إيه؟ نعم، هو لا يعمل على تهدئة دماغه لأنه لا يستطيع. كريشنامورتي عنده مقولة أساسية: لا نستطيع أن نفعل شيئاً مع فكرنا على الإطلاق. على الإطلاق لا نستطيع إسكاته، لا نستطيع قتله، لا نستطيع أن نجعله ينام أبداً. ولكن بمجرد فهم عمليته كيف يعمل يأتي الهدوء. رجعنا للفهم. يعني إذا أردت أن أعيدها دكتور، كيف يعني الوصول إلى النوم؟ الفكر يقول للجسد مثلا حك هون، عمول شيء، عطول في شيء، عطول في شيء بدي حركه. هالحركة هيدي، هذه الحركة هي طريقة اختبار يطلبها الفكر، تجربة طوال الوقت عدا عن الاختبارات الفكرية. لأننا لا نستطيع أن نفعل شيئا مع اختباراتنا الفكرية، يقول كريشنامورتي: هل جربت لمدة دقيقتين فقط أن تجعل جسدك لا يتحرك على الإطلاق، حتى العين داخل الرمش لا تتحرك، كأنك ميت تمام. أوكي. هنا ماذا يحصل؟ يقف الدماغ الفكر عند هذه الحالة يتساءل ماذا يحصل، لأن الاختبارات التي اعتاد عليها، اعتاد على تجربتها، لم تعد تحصل. في حالة هذه المراقبة يهدأ الفكر، لأنه ليس لديه شيء غرض معين يختبره. عندما يهدأ الفكر ينام الإنسان. أوكي. هذا مثلا أن كريشنامورتي في مسألة الفهم يأخذ عن بودا. البودا معروف الطرح تبعه: la réalisation vient de la compréhension، التحقق أو نيرفانا يأتي من الفهم. وهو أيضا كريشنامورتي يولي عملية الفهم قسما أساسيا أو مكانا مركزيا في مفهومها أو في عمارته الفكرية والتعليمية. نعم، كريشنامورتي يقول: to understand is to transform what is. الwhat is، الما هو، هو كل هذا الذي يجري في دواخلنا. هذا هو الwhat is، والwhat is هو كل شيء يحدث في هذا العالم. بفهمه
نحوله يتحول. من دون الفهم لا يمكن فعل أي شيء. الفهم عند كريشنامورتي هو الفهم من دون خلفية، مراقبة بلا مراقب. وهذا ماذا يعني الفهم بدون خلفية بالنسبة إليه؟ من دون الماضي. لنعود إلى عملية الانتباه. الانتباه عند كريشنامورتي هو لنقل مقولاته لتتوضح. يقول إن الانتباه مثل الشعلة التي تحرق الماضي وتبقيك في الحاضر. هذا الانتباه، هذا الوعي الذي له خاصية الانتباه، هذا الوعي من شأنه أن يحول الوات إز، الما هو. بمعنى إذا فهمت الشيء بكليته، بنيته وطبيعته يتحول. يقصد هنا بالوات إز هو حالة النفسية بالأساس، حالة النفسية. ولكن هذه الحالة النفسية التي هي عقلنا، هذا العالم الذي نراه هو امتداد لعقولنا. إذن إذا حولت الوات إز الذي هو عقلنا، هذا العالم يتحول. عندما يقول هذا العالم الذي نراه هو امتداد لعقولنا، أي نعم. نحن لا نرى الحقيقة الواقع كما هو، إنما نرى صورة ذهنية عقلية عنه موجودة عندنا. بالضبط. ولماذا نرى أنا وأنت والجميع نفس الصورة إذا كان هذا الأمر؟ لأن جميعنا لدينا نفس بنية الدماغ، كل البشر. هذه البنية فيها أوليات، فيها قوالب، كما طرح القانطي، طرح إيمانويل كانط. نحن نرى الأشياء، وكريشنامورتي تماما يقول ذلك، نرى الأشياء بالشكل الذي يريه دماغنا، ولكن جوهر الشيء نحن لا نعرفه. لقد تخطى كريشنامورتي وحسمها كانط بأن ذلك الميدان، ذلك البعد لا يمكن دخول فيه على الإطلاق، لأن أدمغتنا غير مجهزة. أما كريشنامورتي فقال بتحويل الدماغ إلى عقل، فعندها نستطيع سبر تلك الأغوار جميعا. عندما يؤكد كريشنامورتي أن دماغنا عالق أبدا في مسار الأوهام كما سبق وذكر، ماذا يعني ذلك بالنسبة إليه؟ ليس من شيء أدركه perception وأفعل وأقوم بالفعل تجاهه في حياتي أنا كإنسان، ولكن كل شيء أعالجه بطريقة وهمية، يعني ليس بطريقة كونكريت بل أبستريه. بمعنى يقول كريشنامورتي إن الفاكت الحدث الواقع يجب أن أستجيب له بأكت مناسب له تماما، من دون دخول الزمن، من دون دخول فورمولا صيغة. أما الدماغ البشري فعالك بالصيغة بالانترفال الزمني ليستجيب للفاكت بأكت، فيصبح هنا تناقض، ويصبح هنا في عامل وسيط يمنع المواجهة direct perception and action للفاكت. لا أدري إذا كانت غامضة الفكرة. غير مفهوم. كيف يعني تصير perception and action لل؟ إذا نشأ تحدي أمامي. لأن عقلي مليء، دماغي مليء بصدى الماضي، باختبارات الماضي. فأحول هذا الفاكت، هذا الواقع إلى تحليل معين. هذا التحليل ليس واقعي، ليس على مستوى الحدث، بل مأخوذ من بعض الخلاصات التي لدي، فأتصرف تجاهه على أساس الخلاصة. فإما أن يحطمني هذا الحدث لأني لم أستجب معه بطريقة أدكوات هذا التحدي، وإما أن
يتحول التحدي إلى مشكلة فيتحول إلى مأساة. هنا نعود إلى طرحه الأساسي سوليبيري دو كونو، يعني التحرر من المعلوم. نعم، إذا كان لدي صيغة في عقلي أقول لك مثلا جميلا، بوب مارلي مغني شهير جدا، كان لدى طائفته، هو ينتمي إلى طائفة لم أعد أذكرها، ديانة معينة، تقول إنه لا يجوز نقل الدم. لقد مرض، غير شهود يهوى، غير شهود يهوى، لقد مرض مرضا فاحتاج إلى نقل كمية من الدم فرفض ذلك فمات. هذا الكونسبت الذي لدى بوب مارلي أدى به إلى الموت. أوكي؟ هذا كل الكونسبت، كل مفاهيم هذه بالنسبة لكريشنامورتي وهمية لأنها غير واقعية أبستري ولأنها من الماضي، فلا تجاوب تستجيب للحدث الذي هو الآن، بل تأخذ من الماضي الذي هو ليس الآن. أوكي. طيب بالنسبة للدماغ قلت شيئا علّه آخر ما نناقشه بمسألة الدماغ، أن دماغنا كما يقول كريشنامورتي دماغنا يتدهور باستمرار. نعم. لماذا؟ هل سمت سبب غير فيزيولوجي لهذا التدهور؟ إن الذي يعرضه كريشنامورتي بسبب التدهور الخلية الدماغية، السبب النفسي يؤدي فورا مباشرة، ليس فورا، مباشرة إلى تضرر في الخلية الدماغية. مثلا لأعطي مثلا قبل أن أبدأ، الجرح النفسي يترك مارك، علامة على خلية الدماغ بحسب كريشنامورتي. أوكي. كل هذه الأشياء تضعف هذه الخلية وتجعلها تضمحل وتموت. أما الذي راقبه هو فهو أولا عايش الإنسان فترة طويلة من حياته، وقد لا تكون طويلة ولكن بشكل مكثف، مع الاختصاص العلمي الجامعي المهني. الاختصاص يؤدي إلى تدهور الخلية الدماغية. كيف؟ لأن هذا الاختصاص ينشئ نمطاً، ينشئ ليني دايركشن محدد، فلا تعمل الخلية إلا في نطاقه. هذا يؤدي إلى بتصير الخلية تصير كسولة وتصير نمطيتها ميكانيكية، فتبطئ وتبدأ بالإضمحلال. الشيء الثاني، تعايش الإنسان طويلاً مع عادات مجتمعه يجعل العقل يضمحل. لأعطي مثلاً، لقد راقبت بعض الأشخاص في بلدتي الذين يثابرون على الواجبات حتى صاروا في سن متقدم، فيصبح لديهم انهيار تام لقدراتهم العقلية. كيف؟ لماذا؟ ومن يقول أنه بسبب المثابرة على العادات؟ أنه قد انقطع الاتصال. أستاذ ربيع، هل تسمعني؟ je vais entre temps on était en train de poser la question sur le cerveau humain et la différenciation entre cerveau et et intellect mind. Et d'après ce que donc Krishnamurti admet en gros l'idée de Darwin que notre cerveau humain est à l'origine un cerveau animal et avec qui l'homme participe avec la structure des animaux et essentiellement les reptiles, cette structure. On a parlé aussi que
dans la structure du cerveau humain. Et d'après Krishnamurti, il en quelque sorte rejoint la théorie actuelle qui découvre dans le cerveau humain qu'il y a essentiellement deux cerveaux. Le cerveau, ce qu'on appelle émotionnel, et ce qui est appelé actuellement le cerveau déruptile, parce qu'une bonne partie de ce cerveau, l'homme la partage avec même les reptiles. Encore une autre, un peu plus développée avec les mammifères, alors que ce qui, en quelque sorte, identifie et ce qui caractérise l'homme, c'est ce cortex cérébral, donc ce qui est à l'extérieur et ce qui est juste derrière le front humain. Là, c'est le cerveau cognitif et ce qui est spécificité de l'homme. Krishnamurti dit que notre cerveau est à l'origine un cerveau animal qui n'a eu une évolution que d'une manière assez limitée. Et c'est une évolution qui a duré pendant des millions d'années pour arriver là. Il parle du donc l'Homo sapiens, mais il y a avant l'Homo sapiens, l'Homo erectus, quand l'homme donc il a eu l'érection de sa colonne vertébrale et quand il a pu en quelque sorte regarder devant. Et Oustaz Rabia, apparemment, il est toujours absent. Je vais voir s'il est en connexion. Donc, je continue un peu. Un petit exposé de ce qu'on a dit jusqu'à maintenant en attendant qu'il vienne. Krishnamurti, il s'accorde avec Freud qui dit que personne ne peut refuser le plaisir. Et il dit que notre cerveau, il est en quelque sorte addicted, il est habitué, plus que habitué, il est à ce qui est plaisir. Pour la conscience et l'expérience, ou plutôt pour le choix, le choix, il dit que le choix, il abîme en quelque sorte dans notre conscience et la fonction d'être consciencieux. Et là, l'importance, quand il parle de la méditation, pour lui, elle est essentiellement une certaine observation des choix. La méditation, c'est une observation d'abord du processus de pensée. Et la méditation, c'est vider le processus de pensée dans le cerveau. Oustaz Rabia, alayka an donc il est venu et il critique. هل تسمعني؟ نعم نعم. أوكي سأكمل هذه الفكرة بالفرنسية. كنت أعرض ما تحاورنا فيه بالفرنسية. سأكمل هذه الفكرة ونعود إلى الحوار. إذن comme je dis, donc la méditation c'est une observation du processus et de l'opération de pensée
Et il critique l'utilisation de mantra. Il dit que l'utilisation, cette répétition, rend le cerveau mécanique. Alors que la méditation, dans son essence, c'est la conscience de cette attention, qui est une attention sans limite. إذن كنا نتحدث أستاذ ربيع عن الدماغ الذي يتدهور. نعم. هل يمكن أن تلخص ما قلته قبل أن تنقطع لتكمل فكرتك؟ الدماغ يتدهور أحد العوامل هو التخصص. التخصص العلمي في شيء معين. العامل الثاني هو معايشة الأوضاع. معايشة العادات طويلة. يعني هذه الخلية إذا يحصل فيها نوع من الثورة revolution فلا يمكن أبدا إلا أن تنهار إلا أن تضمحل. يجب تجديدها، بمعنى لنغوص في العمق قليلا، إطلاعها على شيء جديد. من هنا هذا أنا استنتاجي أو ملاحظتي أن القراءة لماذا تجعل عوامل الخرف أو الزهايمر ضعيفة أو تبعد شبح الخرف كما يقولون، لأن هذا الدماغ يتعرف على شيء جديد. هذا الجديد يجعل الخلية تتصرف أو تمشي بنمط مختلف، فبنيتها تعود فتتجدد. إذن هذا التدهور الذي يتحدث عنه كريشنامورتي، يعني ابتداء هل هناك عمر معين يبدأ منه؟ أبدا. قد يكون إنسان شابا ويتدهور عقله. هناك عوامل أخرى دكتور مهمة جدا، هي الجرح النفسي. يتكلم عن الجرح النفسي، يعني psychological wound، الجراح النفسية التي تجعل هذه الخلية في حالة انزواء على نفسها، في حالة خوف، في حالة لوم للنفس، في حالة سيلف بيتي، يعني تشفق على نفسه. ما هو الجرح النفسي تحديدا، وعما ينتج الجرح النفسي؟ يعني إثر ماذا يصاب الإنسان بجرح نفسي؟ يخبر كريشنامورتي أن الجروح النفسية ترافقنا منذ الطفولة، منذ أوامر الوالدين، منذ المدرسة، منذ الإنسلت يعني الإهانة، منذ المقارنة، منذ تعلمنا المقارنة. المقارنة أكثر العوامل التي تترك جروحا نفسية لدينا. ويسأل مرة سؤالا طريفا، يقول: هل تريدون أن تتخلصوا من جروحكم النفسية أم أن فيها لذة عظمى؟ وهذا شيء ذكي جدا، لأن هذا الجرح النفسي في السيكل الذي يحدثه في هذه الدورة من تذكر الجرح، المعاناة منه، الرغبة يبدو أنه انقطع الاتصال مجددا. On était en train de parler de la blessure psychologique. Et Krishnamurti dit dans ce cas et dans ce sujet précis que les blessures psychiques et psychologiques nous accompagnent depuis notre enfance. Et que le grand problème, c'est que souvent, ou la plupart des fois, l'homme trouve un certain plaisir dans ses blessures, un grand plaisir. Et c'est ça exactement qui fait en quelque sorte qu'il tourne en rond. Il est toujours au niveau de ses blessures. Il ne les dépasse pas parce qu'il trouve un certain plaisir en elle. أستاذ ربيع، أنت هل تسمح لي بإضافة أمر صغير؟ إيه عد هلا، المهم إنه تكون يعني نعم، عادت الكهرباء. مسألة صغيرة للتوضيح للحديث الذي تكلمته مع الدكتور فين بخصوص المانترا. هناك أمر إضافي غير قصة
غير موضوع أن ترداد يصبح العقل ميكانيكي. في مسألة كثيرة الأهمية، أن المانترا أو الصورة أو الفكرة التي تأخذ مهمة مراقبة أو سيطرة على الأفكار الأخرى هذه أيضا فكرة. فإذا هذه thinking، يعني عملية التفكير تستمر. من هنا ليس هذا ليس held your thought، هذا ليس تهدئة الفكر أو إزالته، بل هي عملية تفكير. أوكي. للتوضيح. إذا كنا ننهي بشأن التدهور، هل من كلمة يعني وكنت تقول الجرح النفسي وأن الإنسان يجد لذة عظمى في جروحه النفسية. نعم. غالبا. نعم. لذلك لا يستطيع أن يتخطى أو يلأم هذه الجروح. لا يريد. ليس هناك جدية ولا يريد. جدية يستعملها كريشنامورتي. أما في أشخاص جديين سأنهي هذه المأساة، ينهونها. مسألة اللذة والألم تكلمنا عنها سابقا، مرتبطان هما وجهان لعملة واحدة. أيضا الألم وجهه الآخر اللذة. يعني هذا الجرح النفسي، الألم النفسي فيه لذة، هذا ما يقوله كريشنامورتي. أما بخصوص الإنهاء فيصل بالخلاصة من دون شرح، ليس شرح، عرض الفهم المتكامل. إذا أردنا أن نأخذ شيئا عمليا، يقول كريشنامورتي من الآن فصاعدا، إذا أهانك شخص هل لك أن تستمع إليه بكل وعي؟ يعني إذا فعلت ذلك بكل وعي، أي تكون واعيا تماما من دون أن يتشتت انتباهك، أو هو ويهينك، بينما هو يهينك تفكر بتراكم سابق. إذا كنت واعيا تماما لإهانته لك، فعند الانتهاء من الإهانة لا تترك فيك أي أثر. أي إذا تحررت من التراكم السابق لا يبقى، لا تترك فيك أي أثر؟ إذا كنت منتبها تماما، لأن عدم الانتباه يجعل هذه الكلمات تتجمع مع غيرها، تعمل ايدنتيفيكاسيون، فينشأ من ذلك حالة من الغضب الشديد الذي لا ينتهي بل يترك هذا الجرح. بينما إذا استمعت إليه بكل انتباه، هنا كريشنامورتي يقول أيضا عن كل تجارب الحياة، إذا كنت مع هذه التجربة بكل انتباهك عندما تنتهي التجربة تنتهي ولا تعود، لا يعود لها أثر ولا تستمر في ذاكرتي. ولكن مشكلتنا أننا ندخل في أي تجربة ولا ننهيها لأننا غير منتبهين على كل بنيتها، فنحملها معنا إلى التجربة الثانية. أوكي. طيب. بهذا الموضوع. يعني المشكلة الأساسية أن هناك نقص في الانتباه. نعم. نعم. هذا الانتباه موضوع رئيسي جدا عند كريشنامورتي. لا بل يعتبره من ميزات البشر القليلة التي تميز البشر عن غيره. الانتباه. ركز جدا على الانتباه. ميزة الانتباه. ميزة الانتباه تنشأ عندما يتوقف الفكر. هذا الفكر لا يتوقف إلا بإيقاف الزمن، لا يتوقف لوحده لكي لا يكون هناك تناقض في الكلام. الانتباه هذه الميزة تحرق الماضي وتبقيك في الحاضر، هذه شعلة. لكن الانتباه يقول شيئين عن الانتباه طريفين، عندما تكون منتبها أنك غير منتبه تصبح منتبها. شيء ثاني، إذا فقدت الانتباه لفترة فلا تجبر نفسك على الانتباه، بل هذا لا مشكلة فيه، تكون قد تعبت، لا مشكلة. لا تستعمل إرادتك to cultivate attention. لا يمكن تنميتها وزرعها الانتباه. من هنا يقول لا تقل للتلميذ انتبه، تعلم كيف تنتبه. أوكي.
Je prends une petite minute pour dire bonjour et bonne arrivée à notre cher professeur Jacques Vigne qui nous a manqué. Ça fait maintenant 3 réunions et 3 leçons de suite qu'il était absent. Chaque fois, il avait une occupation précise, surtout des ateliers qu'il guide. Et finalement, on voit son beau visage maintenant rayonnant et qui, en quelque sorte, comme exactement le full moon, la pleine lune. Donc, dans 10 minutes, nous serons avec vous, Dr. Jacques Vigne, parce qu'on a eu une petite coupure, plusieurs coupures. Et عندما يتحدث, donc là, Krishnamurti part de l'attention. Et là, je vois beaucoup de recoupements avec ce que disait Bouddha sur l'attention. يعني أرى الكثير من النقاط الالتقاء. Bouddha كان يقول أن لتلامذته أن ثروتكم الأساسية أنتم الرهبان الذين تركتم كل متاع الدنيا وجئتم للترهب وبالتالي للتخلي عن كل شيء ثروتكم هي الانتباه. وأرى يعني أنا ما أراه بخلال ما تشرح عن كريشنامورتي ونظريته في الانتباه أن الانتباه هو أساسي كما قلت في فكره وهو وكأنه يطور ويشرح نظرية أو تعليم بودا في الانتباه. هذا انطباعي, ما لا أعرف ماذا يمكن أن تقول في هذا. أود لو سمحت أن أقول شيئا. هذا التقاطع بين كريشنامورتي والكثيرين هذا ينطبق على ما قاله كريشنامورتي, يقول إن إذا كان لديك آلة فعالة جدا فعالة مثل الميكروسكوب وكانت اللينسز العدسة مصقولة جيدا فإن ما تراه أنت أراه أنا بالذات. هذا العقل إذا كان مصقولا جيدا فإن ما يراه بداخله هو ما يراه حكيم آخر. أوكي. يعني نتطرق إلى الدين. هناك الكثير من الأسئلة, سنحاول أن لا نختصر, أن ننتقي بالأحرى. نعم. يقول مثلا كريشنامورتي أصر على أن الحقيقة هي أرض بلا طريق ولا يمكن الوصول إليها عبر أي طريق, عبر أي دين, عبر أي طائفة. هذا ما تنقله عن صفحة 15. الحقيقة لا تقاس وليس لها من طريق على الإطلاق وهذا جمالها, يضيف كريشنامورتي. كيف الوصول إذن إلى الحقيقة برأيه؟ أولا مقولة كريشنامورتي الأساسية في رسالته truth is a pathless land. الحقيقة أرض بلا طريق. La vérité est un pays sans chemin. ماذا تعني؟ أنا أتأمل في هذه العبارة منذ سنوات. عبارة عميقة جدا. أولا الحقيقة ليست في مكان ثابت لكي أقصدها عبر طريق. إنها متحركة, إنها حية, إنها الحياة بذاتها. فهل هناك طريق يوصل إلى الحياة؟ ثانيا كل طريق قد أعتمده للوصول إليها لن يوصلني حتما إليها لأنها ليست موجودة في مكان ما, فأنا أتبع الوهم. ثالثا الحقيقة لا أسعى إليها, لا أسعى, بل هي التي تسعى إليها وهي أصلاً موجودة. هناك قصة يرويها كريشنامورتي أن هناك شخصاً في الهند ذهب للبحث عن الحقيقة وقضى عشرات السنوات, 35 سنة في البحث عن الحقيقة, قصد كل الأديان وكل الرهبان وسافر مسافات. بعد 35 سنة عاد متعبا إلى بيته لأنه لم يجد شيئا. دخل إلى بيته فوجدها فقالت له الحقيقة أنا ها هنا منذ البدء. ثانيا الحقيقة لا يمكن تنظيمها,
لا يمكن خلق جمعيات، خلق طرق، خلق أوليات لتنظيمها، لشرحها، لوضع عقائد عنها، لأن هذه ليست من طبيعتها. أوكي؟ تريدون انتقال إلى طيب، بسيرة الجمعيات ولا يمكن خلق جمعيات، نعرف تماماً بسيرة كريشنامورتي أنه تنشئته كانت تنشئة تيوزوفية، أي أن أني بيزانت رئيسة الجمعية التيوزوفية اكتشفته منذ كان طفلاً وتعهدته وربته، وبعدها حصل ما حصل سنة 1929 عندما انشق عن الجمعية وأعلن ما سبق وقلته الآن أن لا يمكن أن تحصر هذه الحقيقة أو تكتشف في أي جمعية. ولكن ما الذي بقي في كريشنامورتي من التنشئة التيوزوفية بعد أن ترك هذه الجمعية وقاطعها، أو بالأحرى يعني انفصل عنها؟ سؤال ممتاز جدا، وأنا أفكر به وأبحث فيه. يبدو أن ما بقي من الفلسفة التيوزوفية، وتعرفون أنها فلسفة مترامية الأطراف، هو أنت العالم والعالم أنت، أنت البشرية والبشرية أنت، أنت المجتمع والمجتمع أنت. هذه الوحدة، هذا الانديفيدو is indivisible عند كريشنامورتي، وهذه نفس فلسفة التيوزوفية. الأمر الثاني التعاطف والمحبة والذكاء الكوني الذي بشر به كريشنامورتي هو من نتاج التيوزوفية. الأمور التي خالفها، ليست كل الطرق تؤدي إلى الحقيقة. التيوزوفية تقول أن كل الأديان القديمة والحديثة، الهندية، الآسيوية، كلها، المسيحية إلى آخره، كلها طرق تؤدي إلى الطاحون. كريشنامورتي يقول بالعكس تماما، ليس من طريق يؤدي إليه على الإطلاق، فقد نفى كل العقائد والأديان. أيضا لقد خالف كريشنامورتي عقيدة التيوزوفية يعني الأساسية التي هي التقمص، لم يوافق عليها، فيقول أن الهنود اخترعوا حلا لمسألة الموت، حلا مريحا جدا للنفس، ألا وهو التقمص، لكنه حل أو اختراع سخيف، عفوا على التعبير. هكذا يقول؟ نعم. أوكي. تفضل. تفضل تفضل. ما الذي كنت تقول؟ أما عن الدين، لندخل في مسألة الدين، هي مسألة جميلة جدا عند كريشنامورتي وأساسية. لماذا كريشنامورتي، أنا كنت أحتار، لماذا يسمي العقل الصامت religious mind؟ يعني من يصل إلى التفسير عن أقصى حالات الصمت والتنور للعقل، that is the religious mind. الذي لم يعد يسعى، الذي لا يعود فيه أفكار، الذي كذا، هذه أعلى الدرجات أن يكون religious mind. وكريشنامورتي اسمه من ألقابه religious philosopher، الفيلسوف الديني. كريشنامورتي يرفض تسمية الروحانية spiritualist، يعتبرها خدعة وليس لها معنى. أما religion فيقدر هذه التسمية ويعطيها مكانتها religion. فيشرح في لقاء في مدرسة شهير جدا، وحتى كان صادما يعني من اللي قاله، فيعرض ما هي مثل عادته negation، ما هو الدين الذي ليس دين، ليكتشف true religion، الفالس شو هو. كل الأديان المنظمة هي غير حقيقية، ليست دينا كلها من دون استثناء، والتي ستنشأ مستقبلا أيضا. كل ما اخترعه الفكر من عقائد، من كتب مقدسة، من آلهة، مع تنوعها، هي اختراعات الفكر، إذن محدودة، إذن غير مقدسة، إذن limited، لا دخل لها بالدين. فيعرف الدين تعريفا غريبا، بيقول الدين هو أن تجمع كل طاقتك لكي تتحرى، لكي تستقصي ما هي الحياة
ما هو الموت إن كان هناك إمكانية بأن نعيش بلا مأساة؟ أن تجمع كل طاقتك هنا، الذي يتبع ديانة أو عقيدة أو معبدا أو يدق بالأجراس أو يقيم البوجة لا يستطيع أبدا أن يكون لديه هذه الطاقة التي تأتي من الحرية، يكون أعمى تماما. فكيف لأعمى أن يكتشف شيئا ينبغي أن يكون يعني بصره شديدا جدا لكي يرى؟ يعني بالمختصر بكلمة، ما هو الدين الحقيقي بالنسبة إليه طالما كل هذه الأديان غير صحيحة؟ نعم، الدين الحقيقي هو to be a light to yourself. أما إذا أن قلت تكون نورا لذاتك، نورا لذاتك، هذا هو انتهى بالنسبة له. أي اتكال على مرجعية، على أوتوريتي لتنير شمعتك لن تنيرها، بل قد تحدث انفجارا. لا تستطيع شمعة أن تشعل شمعة ثانية أخرى على الصعيد الروحي. هذه مقولته. To be a light to yourself. ولا يمكن أن تكون نورا متنورا إلا من نفسك، لا يمكن. ولا أحد يستطيع أن يعينك لا في السماء ولا على الأرض، إن كان البوذا أو المسيح أو أي كان، أو كريشنامورتي بذاته. كيف إذن يصير الإنسان؟ إذن عفوا، العقل الصامت أيضا اسمه العقل المتنور، الذي هو مليء بالنور، مليء بالنور. تفضل دكتور، شو ماذا سألت؟ إذا العقل الصامت هو العقل طيب كيف يجد النور هذا الإنسان؟ يعني بدون كل، إذا كان لا يرى فائدة لكل هذه الطرق التي يستنير بها الإنسان، كيف يمكن أن يجد النور؟ في نفسك تقبع حقيقة كل الوجود، في نفسك كتاب فيه كل هذا الوجود، وفيه تاريخ البشرية بأكمله. فإذا أنت فتشت هذا الكتاب صفحة صفحة، فصلا فصل بعد فصل، دون أي قفز، بكل انتباه، سوف تجد كل تاريخ البشرية موجودا بداخلك. فليس عليك أن تقرأ أي كتاب أو تتبع أي معلم، هنا في نفسك يقبع كل الوجود. يعني ألا ترى أنه لتيوريك بيقول، يعني شوي نظري أكثر مما هو عملي في هذه الطريقة؟ مسألة التنظير دكتور لويس هي بحسب عيشنا لهذه المسألة. إذا ما عشناها ورأيناها، شاهدناها، لمسناها، فتصبح واقع. ولكن تأمل معي أن دماغنا، عقلنا، من كثرة ما هو عالق في الأوهام، يجد أن الواقع تنظيرا والتنظير واقعا. وهناك مسألة أخرى، أن هذه الرحلة في النفس من قام بها ليكتشف هذه الأمور؟ الذين قاموا بها وهم، يقول كريشنامورتي، فيو، نادرون في هذا العالم، قلة. فيقول من هنا أقول لكم قليلون، قلة من يقولون لكم هذا الكلام، فاستمعوا جيدا. أوكي. مما تنقل عن كريشنامورتي مثلا في الصفحة 19، إن السبب الرئيسي للاضطراب في نفوسنا هو البحث عن واقع وعدنا الآخرون به، نتبع آليا من يعدنا بحياة روحية مريحة. سؤالي، ما هو هذا الواقع الذي وعدنا الآخرون به، وكيف يمكننا أن نكف عن اتباعه؟ اسمح لي أن أعطي مثلاً، هو المسيحية. المسيحية تعد المؤمنين بخلاص،
يسمى خلاص شخصي أبدي. خلاص شخصي وأبدي. خلاص شخصي يعني الإيمان بشخص معين هو المسيح، وخلاص أبدي أي حياة أبدية بعد الموت، ليس هناك فناء. هذه الوعود يجب على الإنسان أن يتأمل بها جيدا ويعرف هي وغيرها من الأديان أنها أوهام، أنها وعود زائفة. من هنا كريشنامورتي واضح جدا عن مسألة الأبدية، الاستمرار بعد الموت، القيامة، التقمص، أنها كلها من اختراعات الفكر. عندما يدرك الفكر بذاته أن هذه اختراعاته، عندما تفكر الفكرة بذاتها، وعندما يشعر الشعور بذاته، فيدرك الحقيقة كاملة أن هذه أوهام. عندها بنفي كل ذلك، كل هذه العقائد، يبدأ الجديد. هذا الجديد يبدأ مع الحرية التي بالنسبة لكريشنامورتي هي الخطوة الأولى. هذه الحرية تحرر العقل تماماً من الماضي، من تقاليده، من طقوسه، من دكترين، من العقائد التي لديه، فينطلق هذا العقل في اكتشاف الحقيقة، في عفواً مش اكتشاف، يستعمل فحص تحري هذه الحقيقة التي في نفسه، ولا يمكن إيجادها إلا في نفسه، لأنه ثبت أن كل تلك الوعود والحقائق المعلن عنها أثبت تاريخ البشرية بأنها لا معنى لها. لا أدري إذا أجبت، يعني أجبت باختصار. ماذا هناك إذن بالنسبة إليه بعد الموت؟ في مسألة الموت التي كنت أحب أن أتحدث عنها، لأنها مسألة أساسية في كتابي الجديد، وقد أثارتني كثيرا، حتى خضتني، يعني هزتني داخليا. الطرح الذي يطرحه كريشنامورتي عن الموت مختلف عن كل الطروحات. باختصار لأعرضه، يقول كريشنامورتي أن الموت هو الإنهاء، ending. ending of everything، إنهاء كل شيء. يجب أن نكون حاسمين في هذا الموضوع. الموت ينهي كل شيء، ليس فقط الفيزيك الجسد، وإنما ينهي وعي تماما، ينهي معه فكري والأنا. حسنا، إذا أدركنا ذلك بالعمق، هذا بذاته ثورة. يعني لا أعود أتأمل، لا أعود أسعى أحلم، أؤمن. يعني بالنسبة لكريشنامورتي، إنه كريشنامورتي انتهى، ما عاد في شيء اسمه كريشنامورتي. بالضبط، مجرد أن توارى. ماذا يترتب عن هذا الانتهاء، الإنهاء؟ مفهوم الإنهاء إذا كان صار لدي بأعماقي، فهمته فهما تاما، ماذا يتضمن ذلك؟ يتضمن معنى جميلا جدا، معنى حيويا جدا، معنى نظاميا جدا. بمعنى يقول مثلا إن الحياة فوضى، فيأتي الموت ويضع لها النظام. إن الحياة مأساة، لكن الموت هو الجمال فيها، فيها هو جمالها. كيف يكون الموت جمال الحياة؟ من خوفنا من فكرة الموت، حولنا كل ما يتعلق به إلى بشاعة. ولكن فكرة الإنهاء بذاتها، واقع الإنهاء، فيه جمال. حتى أنه يطرح شيئا غريبا وأنا فعلته. قال: اذهب إلى شجرة ميتة أو إلى حيوان ميت في الغابة، ليس بحادث سيارة مثلا أو أطلق عليه النار، وتأمل موتهما السلس. تأمل جمال الشجرة الميتة. أما موت الإنسان فهو كرب ومؤلم ومحزن وفيه صراخ، لأنه لم يفهم الحياة وبالتالي لم يفهم الموت. أما الطبيعة فهي تفهم الحياة وتقبلها بسلاسة، وتفهم الموت وتقبله بسلاسة. حسنا، هناك أمر آخر حياتي جدا. الموت والحياة يمشيان معا إلى الأبد. ماذا يعني ذلك؟
يعني ذلك دكتور لويس الإنهاء الذي هو في آخر العمر الذي يحاول الإنسان أن يؤجله. يقول كريشنامورتي ادعوه إلى حياتكم، أزموه، بمعنى أنه كل دقيقة، كل تجربة تمرون بها، كل تعلق تنشئونه، كل رغبة تدخلون بها، كل ألم، كل خوف، أنهوه، أنهوه، أنهوه. فتصبح الحياة والموت، الحياة والإنهاء، معنى رائع جدا. فلا شيء يتراكم، بل كل شيء ينتهي، ينتهي، ينتهي. وإذا لم ينتهي شيء، لا ينشأ الجديد. أوكي. أبعاد الموت كثيرة عند كريشنامورتي، وهو يقول عندما يستعرض الحياة البشرية، حياة كيف يعيش البشر، هذه المأساة الكبرى، فلا يزرف دموعا على الموت، بل على الحياة، على حياة الإنسان، مش على الحياة، على حياة الإنسان. ويقول، عفوا، يقول: كم أود أن أبكي عليكم أيها البشر، ولكن من غير المناسب أن أبكيكم. يقول كريشنامورتي وأنت تنقل عنه في صفحة 22: طوال الحياة، من الطفولة، من المدرسة إلى أن نموت، نتعلم من خلال مقارنة أنفسنا بالآخرين، لكن عندما أقارن نفسي بآخر أهلك نفسي. سؤالي: لماذا يعتبر أن التعلم هو مجرد مقارنة، مقارنة أنفسنا بالآخرين؟ ولماذا بالتالي تكون هذه المقارنة حكماً إهلاكاً للنفس؟ في المناهج الدراسية التي نعرفها، المقارنة هي أساس التعليم. أول معنى للمقارنة، المقارنة التلاميذ بين بعضهم البعض بتوجيه من المعلمين، بتوجيه من الأهل. كن ذكياً مثل أخيك، يجب أن تأخذ علامات مثل ما أخذ رفيقك، لماذا أنت كسول، لست نشيطاً، إلى آخره. وأيضاً مقارنة الأستاذ بالتلميذ، هل تسنى للتلميذ أن يعبر المراحل لكي يكون تكنولوجياً وعلمياً يأخذ هذه المعارف؟ لماذا المقارنة بين التلميذ والولد؟ لذلك في مدارس كريشنامورتي ليس هناك علامات، ليس هناك مقارنة على الإطلاق، ليس هناك اعتماد للكتب حتى، إلا بشكل ثانوي. هذا موضوع آخر. ولكن لنكمل المقارنة، ماذا تنشئ المقارنة؟ إذا قال معلم أو أهل لتلميذ: إنك لست بريف، لست مجتهدا، لست مميزا قدر زميلتك، فإذا لم يكن هناك مقارنة، كيف يسمى هذا الولد كسولا؟ يسأل كريشنامورتي. كيف؟ بأي معيار؟ لكن المعيار يجعله كسولا ويدمره نفسيا على الصعيد النفسي، ويخجله ويجرحه، ومنهم من يصل إلى الانتحار، وتسمعون عن ذلك كثيرا إذا لم يأخذ علامات. المسألة الثانية خطيرة جدا طرحها كريشنامورتي، وقد أثرت في وفي كثير من الناس ومن المعلمين الذين حاورهم في الولايات المتحدة: لماذا النجاح؟ لماذا أعطى كل هذه القيمة للنجاح؟ ويقول: ألسنا جميعا، نحن البشر، نعبد نفس الإله، وهو إله النجاح؟ فلماذا النجاح؟ لماذا؟ إلى هنا يصل كريشنامورتي في طرحه. إذن الحياة بلا مقارنة هي تعني، هل تعرف ماذا تعني الحرية؟ يقول: حياة بلا مقارنة. عندما نتقدم في العمر، إذا استلمت وظيفة أنا وحضرتك لك وظيفة، نسق المقارنة الذي تعلمته وصار جزءا من دماغي منذ الطفولة،
يشتغل طوال الوقت ليقول أن الدكتور لويس لديه مرتبة متقدمة عني. هذا لا ينشئ إلا المنافسة، والمنافسة تنشئ الأجريشن العدائية، والعدائية تنشئ العنف إلى آخره. ليس هناك تمجيد للمنافسة أيضا لأنها تنشأ عن المقارنة. وعلى الصعيد الدولي الدول هذا يؤدي إلى الحروب والقتل والدمار. هذا كله ينشأ عن المقارنة من الطفولة. فإذا قارنت بيني وبين جاري، ما هي ماركة سيارته؟ لقد اشترى سيارة أغلى وأفضل ماركة من سيارتي. هذا على الصعيد النفسي ينشئ عداوة بيني وبينه، ينشئ غيرة، ينشئ نوعا من حب الأذية، حب الأذى إلى آخره. انظر ماذا تفعل المقارنة، وهذا صار الكثير من المدارس واع على هذا الأمر، يقولون don't compare. إيه يعني هذه في اليوغا مبدأ أساسي، don't compare yourself to the others، لا تقارن نفسك بالآخرين. لكني نستطيع عفوا دكتور أن نكمل أيضا، المقارنة الداخلية مدمرة. إذا قارنت نفسي بما كنت في الماضي، بما كنت عليه وما أنا عليه الآن وما سأكون عليه، هذا مؤذٍ جدا. مثلا قال لي أحد الأصدقاء إنه يتأمل في المرآة ويجد أن شعره قد ابيض ويتألم نفسيا جدا، كيف كنت وكيف أصبحت وأين سأصبح. من هنا كريشنامورتي يقول كل مأساتنا من I will become، يجب أن أكون شيئا. بدلا من ذلك قل أنا ما أنا، I am what I am. ويقول شيئا غريبا وجميلا، هناك سعادة عظيمة في أن لا تذهب إلى أي مكان، انظر الحركة التي يتكلم عنها، في أن لا تكون شيئا، في أن لا تسعى لأي شيء. هذه كلها يجب أن تترافق مع إنهاء المقارنة. أوكي. أعود إلى مسألة الموت. إذا كان الموت بالنسبة إليه نهاية، انتهاء وإنهاء، ألا يعني ذلك أنه فيلسوف عدمي ومتشائم؟ يعني ما في شيء، لا خلص انتهت نقطة على السطر. يعني لا، كيف يمكن أن نصنفه انطلاقا برأيك من نظرته إلى الموت على أنه إنهاء لكل شيء؟ من الواضح أن كريشنامورتي، أنا لا أريد أن أدخل في التوصيفات يعني، لأنه هو مغاير نوعا ما عن كل شيء، عنده مغاير عن تصنيفات. ولكن أقول أن كريشنامورتي بعض تلميحاته، مثلا يقول في حوار شيق في الهند، وعلى فكرة حواراته في الهند كانت جميلة جدا، يعني أنا جذبتني كثيرا لأن الجمهور في الهند متفاعل جدا معه ويدخل في أمور عميقة. يقول ردا على سؤال عن الروح، ويقول ما هو الروح؟ هل هو روح الحذاء؟ ما، ليس هناك روح سول مثلا. ناحية أخرى في رد على سؤال سأله أحدهم، ما هو مصير أعمالك من بعد أن تذهب؟ جاوبه، أجابه بسرعة بتهكم، أذهب إلى أين؟ إلى أين سأذهب؟ كل الذي يقوله كريشنامورتي أن هذا الوعي الذي محوره الأنا ينتهي تماما عند الموت. تماما بانتهاء الجسد ينتهي الدماغ مع وعيه. حسن. الآن هناك بعد آخر لدى كريشنامورتي، وأدعي أني دخلت فيه بالعمق. ما هو؟ عندما يتحدث كريشنامورتي عن العقل الصامت، نعود إليه، يقول أن هذا العقل يأتي إليك عندما تتحرر من العقل القديم. هو يأتي إليك، هو حقيقة كونية. ترتكز على الذكاء الكوني، ليس الذكاء العلمي، لأن الذكاء العلمي بالنسبة له ليس شيئا يذكر. الذكاء الكوني
هذا الذكاء مع مزدوجين والتعاطف والمحبة يمشون معا إلى الأبد. هذه حقيقة خلفية كونية. هذه الخلفية الكونية، الذكاء والتعاطف والمحبة، هو الذي يحرك الكوكب. الآن العلماء اكتشفوا أن حتى الكائنات الصغيرة المجهرية، غير الفيروسات، ولا هناك كائنات متعددة الخلايا ولكنها صغيرة جدا، تتقارب من بعضها وتظهر تعاطفا مع بعضها. يعني كريشنامورتي يقول أن أصغر الكائنات وأكبر صوتك بعد اقترب قليلا. يعني كريشنامورتي يقول أن أصغر الكائنات وأكبر المجرات يحركها الذكاء الكوني. ولكن هذا الذكاء أولا ليس شخصيا، يعني ليس الإله بالمعنى الديانات السماوية وغيرها، ليس الله. وثانيا يبدو من شرح كريشنامورتي أنه نوعا ما أعمى. هو موجود كقانون ولكنه أعمى. كيف؟ وكيف؟ لأني سأشرح محاورة في بومباي مع بوبول جاياكار كاتبة سيرتي، أستاذة الفلسفة العظيمة، وهي من أجدر المحاورين مع كريشنامورتي، في حوار لثلاث ساعات متواصلة. What is the source of existence؟ ما هو نبع أو مصدر الوجود؟ أي. وكريشنامورتي كعادته يدخل في معادلة رياضية معقدة وطويلة، ولكن يجب أن تتابعه للأخير واحدة واحدة، لأن الفهم عنده متكامل. قل بالنتيجة اكتشف أن هذا الكون فوضى، هذا الوجود فوضى، كيوس، لكنها فوضى نسبية. فاكتشف أيضا أن مصدر هذا الوجود هو الفوضى المطلقة، ultimate chaos. في علوم الفيزياء الكونية المتقدمة، إذا دخلت دكتور في نظرية الأوتار، نظرية الأكوان المتعددة، نظرية انبثاق الأكوان، تجد أن كريشنامورتي تقريبا متطابق تماما مع الذي يقولونه. هذه الأكوان متعددة متسلسلة من بعضها البعض في حركة. حركة، هو يقول أن الحياة هي حركة كونية متكاملة لا تتوقف. الموت جزء منها، لأن يعني حياة وموت، حياة وموت. فتنتقل هذه الحياة من كون، من وجود إلى وجود إلى وجود إلى ما لا نهاية، ولكن من غير وعي، لا على الصعيد الفردي ولا على الصعيد الكوني. أوكي. هناك محور آخر من فكر كريشنامورتي، السعادة. يقول، وأنت تنقل عنه في الصفحة 24، السعادة غريبة تصل عندما لا نبحث عنها، عندما لا تبذل جهدا لتكون سعيدا، بشكل غير متوقع، بشكل غامض تكون السعادة موجودة، وها هنا ولادة النقاء. ما هي السعادة؟ سؤالي بمفهوم كريشنامورتي، ولماذا يجب أن لا نبحث عنها كي نجدها، علما أن كل الناس لا يفعلون سوى أنهم يبحثون عن السعادة؟ لقد أوجدنا تماثلا أو ترادفا بين السعادة والرغبة. بنفي العلاقة بينهما، نجد أن السعادة لا علاقة لها على الإطلاق بالرغبة، ليس للإثنين علاقة. السعادة الناتجة عن الرغبة ليست سعادة، بمعنى الفرح يسميه كريشنامورتي great joy، الفرح العظيم. هذه اللذة التي تنشئ نوعا من الاستمتاع، من الساتسفاكشن، الذي نعتمد عليه لأخذ قسط من السعادة
المؤقتة التي تصبح إدمانا لنا فنعود فنطلبها فنعود فنجد ألما ووحدة وإلى آخره. هذه ليست سعادة. من هنا يقول شوبنهاور وقد أفهمه إن الخطأ الفطري لدينا هو الاعتقاد أن هناك سعادة. هنا أفهم ما يقوله شوبنهاور. كريشنامورتي يحكي عن سعادة هي الفرح، هذا الفرح العميق الذي لا يهتز يسميه، ليس عليه غبار. هذا الفرح يأتي من إدراك طبيعة الحياة عبر مراقبتها وفهمها. مثلا عندما عرف كريشنامورتي أن أخاه قد مات، ماذا قال عن تلك اللحظة؟ في لحظة واحدة أحسست أن العالم مات أمامي، وفي اللحظة التالية أصبحت بمنتهى السعادة. لماذا؟ لأني عرفت أن لا شيء يبقى على حاله. عرف الحقيقة العظيمة، لا شيء يبقى على حاله، وأن أي حدث يمر لا يؤثر على هذه الحقيقة التي فيها فرح عظيم، هي فرح الحياة. حسنا، إذا تفضل دكتور. أي من هنا إذا ما وحدنا كما نفعل دائما بين السعادة والرغبة، يجب أن نحصل على رغبتنا متابعتها التي هي اللذة لنحصل على السعادة. إذا ما وحدنا بينهما يصبح طلبنا للسعادة مرهون بسعينا إليها، وكل ما نسعى إليه لا يكون السعادة الحقيقية لأنها الرغبة، بل عندما لا نسعى مطلقا نجدها لأنها في أنفسنا في حياتنا نتيجة تأمل داخلي من دون أي حركة. من هنا يجب أن أقول شيئا دكتور. عند كريشنامورتي مقولة عميقة جدا، يقول إن الفعل ليس الحركة. الفعل action is not movement. شو الفرق بينهم؟ ما الفرق بين الفعل والحركة؟ بمعنى أنا قد لا أقوم بأي حركة على الإطلاق ويكون فعلي تاما. يعني إذا كنت جالسا لا أوتي بحركة وعقلي هادئ تماما ليس فيه أي حركة للفكر، هون في فعالية نفسية هائلة. نعود إلى مقولته، عدم الفعل هو أعلى أنواع الفعل على الصعيد النفسي. حتى عدم الحركة الجسدية قد تكون ذات فوائد هائلة. من هنا أفهم اليوغيين منذ ألوف السنين الذين لديهم حركة بطيئة أو انعدام الحركة في بعض الإكزرسيس التي يفعلونها. قد أكون هكذا فهمتها، لا أدري. يعني بالطبع لا تنتهي عملية عرضنا وشرحنا لأفكاره. أتوقف عند أيضا فكرة أساسية في تعليم كريشنامورتي، يقول وفي الصفحة 26 تورد ذلك من الكتاب، عملية مكافحة شيء ما تغذي فقط وتعزز ما نقاتل ضده. سؤالي، هل يعني ذلك أنه يجب علينا ألا نقاوم وأن نقبل بالأشياء كما تأتي؟ كريشنامورتي عم يتكلم على الصعيد النفسي. مثلا أنا أحس بضيق نفسي، هكذا أصفه، مع أنه كريشنامورتي يقول عند معالجتك لما ينشأ في النفس لا تسميه، ولكن مضطرون لتسميته لأن التسمية هي إدانة مسبقة أو وضع وشاح من الماضي على هذا الشيء، فبالتالي لا أعود أدركه في اللحظة الحالية.
إذا أنا يمر معي أوقات من الضيق النفسي، ماذا أفعل مع ذلك؟ أبقى معه، remain with the fact. إذا صارعته يقوى ويقوى ويقوى، وهذه حقيقة نفسية لم يقولها وحده بل قالها فرويد أيضا. وكريشنامورتي يقول ما تصارعه تصبح عليه. هذا الضيق النفسي كيف تخلصت منه؟ بالبقاء معه من دون أي حركة، من دون أي ضغط، من دون قبول، من دون رفض، من دون هروب، بقيت معه فأحسست بكل تقلباته، تفاعلاته، مسيرته في داخلي، فهمت بنيته وفهمت طبيعته، فانتهى من حاله. إذن بقائي معه يعني كيف نخلق، كيف نتخلص من هذا البقاء، من هذا الذي نصارعه يعني. كيف ماذا ينصح كريشنامورتي؟ يقول remain with the fact، ابقى مع الواقع. هذا الواقع هو what is، النفس التي لدينا انعكاساتها، طلباتها، مشاعرها، أفكارها، هل نستطيع أن نبقى معها بشكل انظر ما هذا التعبير، أن تفكر بفكرتك وأن تشعر بشعورك إلى هذا الحد؟ هنا انتباه تام، وعي تام، تأمل تام، ليس فيه أي طريقة من الماضي، أي خلفية لإدانة هذا الشعور أو رغبة لإنهائه. يعني إذا راقبت هذا الشعور ولي رغبة بإنهائه، متى سينتهي هذا الصراع؟ أيضا انظر مدى الديسيبلين النفسي التي يقول بها، ولكن عند تنفيذها مرة تصبح طبيعية جدا. البقاء مع الشعور المؤلم، مع الشعور بالوحدة القاتلة، مع الخوف المروع، مع الحزن سورو المتراكم في النفس البشرية، البقاء معه دون إرادة لإنهائه، دون أي حركة تجاهه، ولكن مراقبته وفهمه ليس فكريا. هنا الفهم يصبح حتى بلا كلمة، لأن الذي تراه من هذا الشعور أو هذه الفكرة لا يمكن فهمه، لا يمكن عفوا وصفه، بل أنت تفهمه بكشفه عاريا أمامك بالتمام، ينتهي ولا يعود إلى الأبد. يتحول الوات إز، يعني تتحول النفس، يعني تفهم ما أنت عوض أن تصارع أو تقاتل أو تواجه. مواجهة face to face، closely، قريب جدا، كأنه صديقك، جليسك، لا بل هو أنت. ولكن هذه ليست طريقة conceptual، افتراض لأحل مشكلتي. بالنسبة لكريشنامورتي هذا الواقع الحقيقي، بينما فكرنا يصور أن هناك مسافة ويجب أن أتصارع بهذه المسافة لأغلبها، لأغلب مشاعري. Là, j'arrête un petit moment pour dire que notre cher professeur Jacques Vigne a été disconnecté et malheureusement, même à travers le téléphone, j'ai pas pu le joindre. Mais depuis un petit moment, j'ai reçu un email de lui comme disant que voilà, il n'a pas de connexion, donc il présente ses excuses, il ne pourra pas être avec nous et c'est pour ça qu'on a prolongé un petit peu cette interview. أقول أن الدكتور جاكفين لم يستطع أن يكون معنا، ظهر لدقائق قليلة على الشاشة، ولكن يبدو أن الاتصال انقطع معه، وحاولت مرارا أن أتصل به، لم يكن أيضا هاتفه مفتوحا، ولكنني تلقيت منه منذ دقائق إيميل يعتذر فيه بسبب رداءة الاتصال.
تشارف مقابلتنا على النهاية أستاذ ربيع. هناك سؤال أيضا، عندما يقول كريشنامورتي، يقول عندما أكسر من الأكل يتعب عقلي، وعندما ينقصني النوم يتشوش عقلي، فإذا تنبه العقل إلى كل ذلك يصير لديه إدراك، وبالتالي تصرف لا تصرف لا قرار بأن ينام أكثر ويأكل أقل، تصرف لا قرار بأن ينام أكثر ويأكل أقل. سؤالي، لماذا تحديدا أكل أقل ونوم أكثر؟ لقد تطرق كريشنامورتي أيضا إلى الفيزيك، يسميه أي الجسم، وعالج الكثير من شؤونه. وهناك معالجات، يعني شروحات عجيبة عجيبة جدا، منها لماذا نشيخ ولماذا نموت. نشيخ أوكي، بس لماذا شيخوخة؟ لماذا الإكثار من النوم والإقلال من الطعام؟ نعم، هذه مقدمة لأدخل تطرق إلى مسألة الطعام وإلى مسألة النوم. في مسألة الطعام يقول كريشنامورتي أن جسدنا هو instrument أداة formidable، وقد أفسدناها بالنكهات، بالمخدرات، بالطعام الزائد. هذا نقلا حرفيا ما يقوله. المخدرات لا يعني بها فقط المخدرات الحشيش والماريجوانا وإلى آخره، يعني أيضا كل شيء يجعلنا مدمنين. الشيء الآخر الذي تطرق إليه هو النوم، فيسأل لماذا لا نأخذ قسطنا من النوم الكافي حتى إذا خسرنا أشغالنا، لأننا تعرفون النوم ومنافعه حتى النفسية. أمر ثالث، إذا كنت بإرادتي أريد أن أطبق هذه القواعد الصحية فلن أستطيع. إذا قصدت بإرادتي، قرار إرادي، أن أقوم بحمية لكي أنقص وزني، سوف أكل زيادة، وهذا ما يحصل. إذا قصدت أن أنام فلن أنام. وقد أثبت علماء النوم، ما يسمون بعلماء النوم، أنني إذا أجبرت نفسي على النوم فإن الدماغ يقاوم ذلك، عملية عكسية. هنا كريشنامورتي يعود إلى مقولته العامة، إذا راقبت الفوضى في حياتي من هذه المراقبة ينشأ النظام. فلا أريد أن أزرع النظام، أريد أن أنفي الفوضى بمراقبتي. عندما أراقب ذلك يصبح لدي إدراك وتصرف، إدراك وفعل، بأن أكل أقل وأنام أكثر. أوكي، بس هو يقول أنه إذا العقل قال أنه أريد أن أنام، أو المرء قال أريد أن أنام، العقل يقاوم. ما الذي عليه أن يفعله إذن كي ينام؟ مثل العادة يقول كريشنامورتي إن كل شيء يجب أن يأتي ناتشورلي، طبيعيا، من دون أي طريقة أو إلزام أو جهد أو كنترول. والغريب دكتور لويس، منذ أيام أسمع بروفيسور روسي يتكلم عن النوم أيضا نفس الطرح يقوله بعد أبحاث طويلة. مثلا يقول إنني إذا لم أنم ليلة واحدة فهذا ليس مشكلة، أجبر نفسي في اليوم التالي على التعويض، فإن الجسم سيعوض بنفسه. إذا ما نمت سوف ينام أكثر. لا تجبر نفسك على شيء. من هنا كريشنامورتي يريد إنسان طبيعيا جدا، تلقائيا جدا، يشبه الطبيعة، بل هو الطبيعة. ويقول إن الإفساد الذي أتى إلى أجسادنا هو أحد أسبابه انقطاع الاتصال بالطبيعة
أو فقداننا اللمسة بالطبيعة. فقدنا هذه اللمسة بالطبيعة. فكل شيء تقريبا في الإنسان أفسد، فسد، إن كان الفكر أو الجسد أو القلب الذي أصبح ميتا. سؤالي الأخير في هذه الجلسة كمان تنقل عن كريشنامورتي قوله صفحة 30 من الكتاب: إذا بدأت في فهم ما أنت عليه من دون محاولة تغييره فإن ما أنت عليه سيخضع للتحول. السؤال: هل يعني ذلك أن نبقى ممتنعين عن أي عمل كي يحصل التغير الذي نريد؟ على الصعيد النفسي نعم، لقد جرت عدة تجارب علمية على أشخاص فهموا وأدركوا تماما أنهم مرضى نفسيون، فبمجرد إدراكهم وفهمهم التام لحالتهم بدأوا يتعالجون، بدأ علاجهم الذاتي. هذه حقيقة علمية. إذا لم أفهم نفسي فكيف سأتحول؟ هناك أناس تقول لهم إنك تفعل ذلك حتى ليسوا منتبهين أنهم يفعلون شيئا، وهم يفعلونه وليسوا منتبهين. من هنا نعود إلى الانتباه. إذا انتبهت تماما على كل هذه الحركة النفسية، هذه التقلبات في داخلي، هذه التندنس، هذه الطلبات للرغبة، هذه المخاوف، كل هذه التصارعات التي في داخلي دون أي إرادة لإنهائها، لأني إذا لدي إرادة لإنهائها فلن أنتبه لها، سأنتبه، سيكون كل انتباهي على الرغبة في إنهائها، على النتيجة، على الخلاصة، فلن أراقبها مراقبة تامة آنية متكاملة. إذن بهذه المراقبة التي هي بدون دافع، بدون اتجاه، بدون غاية، بدون رغبة، لأن كل رغبة تنشئ اتجاها وتنشئ دافعا وتنشئ إرادة، من دون هذه جميعا، بمراقبة ما أنا عليه، هذا الذي أنا عليه يخضع للتحول الجذري بطريقة طبيعية تلقائية، naturally, happily, easily, sanely, healthy. يعني الحل الوحيد بالنسبة إليه هو المراقبة، observe. نعم، وهذه المراقبة من دون أي مجهود على الإطلاق، من دون أي ميثود، من دون أي توجيه، لأن هذه المراقبة هي نتاج الوعي الذي كواليتي نوعيته الانتباه، والمراقبة المنتبهة الكاملة التي من دون حدود، التي ليس فيها سنتر يراقب. لاحظ معي، السنتر الذي هو الأنا لم يعد فيها هذا المراقب، لأن إذا كان هناك سنتر فمراقبتي ليست مكتملة، فهل فيها توجيه معين من السنتر إلى الموضوع المراقب، فبقى كامل المشهد لا أراه، وهذا السنتر له رغبة بالتغلب على المراقب، فلا أعود أرى كامل المشهد، فلا أعود أرى كامل البنية لكي تتحول. يعني علينا أن نبقى في حالة من البراءة، المراقبة البريئة التي لا تستهدف هدفا ما أو الوصول. جميل جدا، مراقبة البريئة تعبير جيد جدا. قد يستعمل هو pure يعني نقية من كل شيء، أو بريئة، صحيح البريئة أجمل. وأستطيع هنا دكتور لو تسمح لي، لأنها هذه أساسية بفهم الخارطة النفسية للإنسان التي وضعها كريشنامورتي. يقول إن المسألة تشبه أنت تنظر إلى خارطة العالم. إذا كانت لديك رغبة
بالذهاب إلى زوريخ في سويسرا. هذه الرغبة ستنشئ لك اتجاها دافعا إرادة. هذا الاتجاه سوف يذهب بنظرك مباشرة إلى زوريخ، صح؟ ولن ترى بقية الخارطة. أما إذا لم يكن لديك رغبة أو اتجاه الذي ينتج عنها اتجاه لتحقيقها، فإنك ترى كامل خارطة العالم. هذا ينطبق على الصعيد النفسي أيضا. أوكي، أنا لا يمكننا أن إذا دكتور قصيرة واحدة بس، إذا أردت أنا أن أحقق شيئا بحياتي نفسيا، إذا أردت ذلك، هذه رغبة، هذه إرادة، هذا اتجاه، فإن كامل المشهد النفسي لن أنتبه إليه، لأني أرقد وراء رغبة اتجاه معين، كل البقية لا أتنبه له، وهذا أمر خطير. من هنا يقول كريشنامورتي إن صاحب الرغبة رجل خطير، بمعنى أنه لا يرى الأمور الأخرى، لا يرى إلا رغبته، هذا المقصود؟ رغبته، ولا يمكن أن يرى نفسه فلا يعترف بالخطأ، لا يعترف بأي نقص على الإطلاق، يريد فقط تحقيق هذه الرغبة، وأيضا يؤذي نفسه والآخر. أوكي، أظن أننا يعني استنفدنا ما يمكن أن نعطيه من وقت، وتجاوزت مقابلتنا الوقت المخصص لها. هل من كلمة أخيرة موجزة ننهي بها هذه المقابلة أستاذ ربيع؟ نعم، أريد أن أقول بعض المقولات التي تؤثر بي تأثيرا شديدا وأرددها أمام الناس. يقول كريشنامورتي: الحياة أعمال غريبة، strange business، فطوبى للإنسان الذي هو لا شيء. الأمر الآخر: انعدام الطموح هو طاقة هائلة. أقول هذا الكلام لأننا نستطيع تطبيق ذلك، لأنها مفيدة في حياتنا ونستطيع تطبيقها. أيضا اليوم قلت لشخص عزيز لدي فقد تأثر جدا بهذا القول، قلت له: عندما يتوقف التوقع يهدأ العقل والقلب معا. هذا ما فماذا تفعل؟ فماذا تفعل بين التوقعات؟ إلى أي مدى تنهك القلب والعقل؟ أوكي، ألف شكر لك على هذه الجلسة الممتعة وإن طالت. عسانا نكون قد قدمنا عرضا واضحا أقله للمعالم الأساسية في فكر كريشنامورتي. On a été un peu long dans notre dialogue et cette interview avec Monsieur Rabih Dagher, vu que déjà il y a eu une absence non désirable et spontanée qui n'a pas été prévalue. On s'attendait à ce que notre professeur Jacques Vigne soit avec nous et il a essayé de l'être, mais finalement il a été coupé. طالت جلستنا لأننا في الأساس أردنا وكنا ننتظر البروفيسور جاكفين وقد أطل علينا لدقائق، ولكن كما قلت انقطع الاتصال معه، وفي هذا الوقت كنا ننتظره، وبالتالي نطرح المزيد من الأسئلة بانتظار أن يظهر، وبعد انتظار طويل لأنني اتصلت به على الهاتف كما قلت ولم يجب، كان هاتفه مقفلاً، بعد انتظار طويل أرسل لي إيميل يقول أنه لن يستطيع أن
يكون معنا بسبب رداءة الاتصال connection. ما هنا لنا ساعتين يعني كنا سنقوم بتأمل موجه كنت سأقوم به، ولكن هذه الفترة من الانتظار عطلت علينا هذا الخيار، وأظن أن الوقت المخصص لهذا الدرس قد استنفد بأكمله. نحن منذ ساعتين تقريبا في هذا الدرس وفي هذه المقابلة، عساها تكون قد حملت جديدا إليكم، وبذلك ننهي هذا الدرس. Donc voilà, on va terminer notre leçon qui a duré, qui s'est contentée d'une interview assez longue, mais on n'avait pas le choix, c'était le seul choix actuellement, vu l'absence du docteur Jacques Vigne. On aurait pu faire une méditation guidée, mais en l'attendant, on a tellement attendu que finalement, on a épuisé le temps. لقاؤنا سيكون الأسبوع المقبل وفي الدرس 50 رقم أساسي، نكون قد بلغنا 50 درسا، وأتمنى وسيكون بالمبدأ الدكتور جاك فيني معنا لنتابع الدروس والتأملات الموجهة. وأستودعكم الله، وإلى الأربعاء المقبل عساه يكون هذا الدرس 50 درسا مثمرا ومفيدا لنا جميعا. Bonsoir à tout le monde et au revoir à tous. Merci pour votre attention. On a passé une interview assez longue vu l'absence du docteur Jacqueline. J'espère qu'on va se retrouver dans la leçon numéro 50 à la fois prochaine, et d'ici lors, passez un bon temps et à la prochaine. شكرا دكتور، شكرا.